السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى، أما بعد، كيف حالكم أيها الطلاب العزيزة من الصف الثامن؟ عساكم بخير وصحة وعافية. أيها الطلاب العزيزة، هنيئا لكم في درسكم هذا الجديد. فأدرسكم مادة اللغة العربية الورقة الأولى إن شاء الله. تنظروا إلى كتابكم وافتحوا كتابكم وانظروا باهتمام إلى قراءته وترجمته إن شاء الله. فأيها الطلاب العزيزة، ماذا درستم في الدرس السابق؟ درستم في الدرس السابق النصوص العربية وترجمتها. وماذا درسنا اليوم؟ درسنا اليوم معاني المفردات تحت العنوان رعاية الحيوان. فأيها الطلاب العزيزة، أولا نعرف معرفة الدرس. فالمادة الورقة العربية الورقة الأولى، والدرس العام رعاية الحيوان، والدرس الخاص معاني المفردات، والصفحة 76. أيها الطلاب العزيزة، انظروا إلى كتابكم. العظام، معناه حدي. تنظرون صورته. رعاية الحيوان بوشو بالون، رعاية الحيوان بوشو بالون. يشتغل نيوجيتو، يشتغل نيوجيتو. المعلم شيكوك، الصف سريني كوكو. المادة بيشوي، علوم الزراعة كريشي بيكان. موضوع الدرس ألوتشو بيشوي، شرح بكا. مفيد بوكاري، نحافظ أمرا شنغروكون كوري. نهمل أمرا أبهلا كوري. نستفيد أمرا أبوكار باي. ناحية ديك، عديدة أونيك. نأكل أمركاي، اللحم غشتو. نشرب أمربان كوري، اللبن دود. نصنع أمرباني، الجلد جامرا، الجلد جامرا. الحذاء جوتا، الحقيبة بيك، الحزام بيلت. السوب فوشم، البطانية كومبل. الملابس بوشاك شمه. يجر تاني، المحراث لانجل. العنق غار، حرس تشكر. يستخدم ببريته. القرن شين، الخف كور. الزيل لاز، العظام هار. مصانع كركنة شمه. قيمة مرنوبان، اهتمام جروت. فأيها الطلاب العزيزة، واجبكم المنزلي تحفظون معاني المفردات وتكتبون في الكراسة جيدا، ثم ارسلوا إلي صورتها إلى إيمو ميسنجر إن شاء الله تعالى، فوفقكم الله لحفظها معاني المفردات وكتابتها في الكراسة. وفقكم الله، والله الموفق والمعين، وجزاكم الله أحسن الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.